في اليومين اللي فاتوا حصلت ظاهرة كونية اللي هي ظاهرة كسوف الشمس، والظاهرة دي تم التحذير عليها ان ما ينفعش الواحد يبص على الشمس اثناء ما هي بتحصل. طب هو ليه ما ينفعش نبص على الشمس اثناء حدوث الظاهرة دي؟ الشخص المبصر ما يقدرش انه يبص على اشعة الشمس مباشرة ولو فترة قصيرة، وده لشدة الاضاءة اللي بتيجي من الشمس، وكمان وسائل الحماية لدى العين بتشتغل بكفاءة عالية، فبيحصل انقباض لا ارادي في عضلات الجوف، فبتقفل مقلة العين وبتضيق حدقة العين بشكل بيخلي الأشعة الضارة اللي بتيجي من الشمس ما تأثرش على أنسجة العين. أما بقى الأمر مختلف في ظاهرة كسوف الشمس. في ظاهرة كسوف الشمس الجزء اللي بيبقى مغطيه القمر في الشمس الشخص المبصر بيقدر إنه يبص عليه، بس هنا وسائل الحماية لدى العين مش بتبقى شغالة، وده علشان مفيش أشعة بتبقى موجهة من الشمس إلى العين، فالضوء البسيط اللي بيبقى خارج من قرص الشمس اللي بيبقى طبعا شايل الأشعة فوق البنفسجية وكل الاشعات الضارة، فالاشعات ديت بتقدر انها تخش على انسجة العين وتدمرها من غير اي مجهود، فعلشان كده ما ينفعش نبص على ظاهرة كسوف الشمس. وبالمناسبة نظارات الشمس برضو ما ينفعش نبص عليها في ظاهرة كسوف الشمس، حتى اللي بتبقى غامقة قوي. علشان نبص على ظاهرة كسوف الشمس لازم نلبس النظارات المخصصة ليها، وبس كده سلام.